او دقيقه موجود مع الكل، موجود المنظومه في العقيده. اه كله موجود. طيب بس فواحد في ذاته وفي الصفة ليس كمثل الله شيء فعرفه، له كلام قدرة صح البصر، إرادة علم حياة كالخبر. نعم، نشرح هذا باختصار. قال لك أول واجب على المكلف، من هو المكلف؟ مكلف أول شيء المسلم، بعدين العاقل، بعدين البالغ. فيه ثلاثة شروط. لما قلنا مسلم، الذين في الخلف أنتم معنا جماعة شر الصفوف إلى آخرها، أنتم معنا، الصوت موجود، تسمعون؟ طيب تركزوا على الوقت الثمين. قال أول واجب على المكلف، المكلف قلنا الذي هو مسلم وعاقل وبالغ. لما قلنا مسلم من خرج منه؟ خرج منه الكافر. إذن الكافر ماذا؟ ليس مكلف، وهذا تكلمنا فيه. الكافر هل هو يعاقب بسبب أنه ترك الأحكام الشرعية أو لأنه ما دخل في الإسلام؟ فهذا فيه خلاف. فبعضهم يقول هو يعاقب عقابان، عقاب لأنه ما دخل في الإسلام، وعقاب لأنه مكلف وما التزم بالواجبات، ما صلى ولا صام، عندك إيه؟ وبعضهم يقول لا، هو أصلا ليس مكلف، هو فقط يعاقب لأنه ما دخل في الإسلام، ولكن كيف يكون عقابه والله أعلم. فلما قال المصنف أول واجب على المكلف، فقلنا المكلف يعني المسلم، ومن المسلمين العاقل. لما قلنا عاقل ما من خرج منه؟ المجنون، أو المجنون نعم، أو المغمى عليه مثلا. المغمى عليه تعرفون ما هو المغمى عليه؟ قلت لكم المرة الماضية المغمى عليه في غيبوبة. نعم، على غيبوبة. ماذا تقول في لغتكم؟ تقول لهم الكومة، كومة في لهجة الكرك. تعرفون ما معنى كومة؟ كومة كمثل أن تأتي بتراب وتجعله هكذا جبل صغير، فنقول له كوم التراب. هذه أنا كيف مصطلحات كركية، مصطلح كركي. طيب، وثم قلنا المسلم والعاقل، العاقل خرج منه المجنون، والثالث البالغ، البالغ خرج منه الصبي، نعم غير بالغ. طيب ماذا يجب على المكلف؟ قال معرفة الله يقينا فاعرفي. طيب البيت الثاني، وإنما العالم، العالم معلوم، العالم، العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فعندنا في المنطق مقولة، أو هنا خلينا لا نريد أن نشتت، وإنما العالم طرا. ما معنى طرا؟ أي جميعا. العالم جميعا حادث. طيب كيف عرفنا أنه حادث؟ لأنه متغير، فكل متغير ماذا؟ حادث. فإذا العالم حادث، العالم حادث، والله سبحانه وتعالى مقابل العالم، مقابلها ماذا؟ والله، الله مقابل العالم، وموجود، موجود قديم وحادث، هذه مقابل ماذا؟ حادث. فقلنا كل عالم، العالم حادث، وكل حادث متغير. فإذا العالم ماذا؟ حادث، والله سبحانه وتعالى قديم، موجود وقديم. ما معنى موجود؟ موجود أي في كل زمان، في الماضي والحال والمستقبل موجود. وما معنى قديم؟ قديم أي لا بداية له، لأن الذي ليس قديم هو له بداية. فإذا كان له بداية فهذا يستحيل أن يكون خالق. فأنت كيف؟ أنت الخالق هو، أو بعض الناس مثلا ممكن يقول هو ليس قديم،
طيب هو كيف ليس قديم؟ طب من خلقه؟ إذا كان قبله إله آخر خلقه، خلق نفسه بنفسه، هذا مستحيل، العقل لا يسمى. لو نأتي بالله أنت خلقت نفسك بنفسك يستحيل، العقل لا يسلم هذا. فإذا الله سبحانه وتعالى موجود في الماضي وفي الحال وفي المستقبل، وقديم أي لا بداية له، ووارث. ما معنى وارث؟ لا نهاية له. وارث الله يرث الأرض ومن عليها. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هذا على مستوى البشرية. وعلى مستوى العالم فقبل أن يكون العالم الله سبحانه وتعالى كان موجود، كان الله ولم يكن شيء. طيب، وقائم بنفسه وذو غنى، قائم الله سبحانه وتعالى لا يحتاج لأحد من خلقه، وذو غنى مخالف لخلقه له الثناء. الله سبحانه وتعالى ليس كمثل الله شيء، سيقول وواحد في ذاته وفي الصفة. الله سبحانه وتعالى ذاته واحدة ولا تتجزأ، وصفاته واحدة، القدرة قدرة واحدة. أظن المعتزلة هم يقولون القدرة قدرتان، قدرة في الله وقدرة ماذا هي في يودعها في المخلوق. فعقيدتنا هي الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته وفي الصفة، ليس كمثل الله شيء فعرفه. وماذا كذلك قال؟ له كلام، الله سبحانه وتعالى له كلام، ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل والأحاديث القدسية، هذا كل ماذا؟ كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك له قدرة وسمع وبصر، الله سبحانه وتعالى يقدر ويسمع ويرى، وعنده كذلك إرادة، إنما أمر إذا أراد شيئا أن يكون له كن يكون. وكذلك الله سبحانه وتعالى يعلم. وهذه الصفات هي كيف ستكون عند خالق ليس حي؟ هذا مستحيل. فلذا ماذا قال؟ علم حياة، الله سبحانه وتعالى كذلك حي. جل خبر، لا معنى جل خبر هكذا أتانا الخبر. الآن الخبر خبران، خبر عقلي وخبر نقلي. النقلي كما جاء في النصوص في القرآن، والله سميع بصير، والله على كل شيء قدير، إن الأمر إذا أرسل يكون لكم فيكون، وهكذا. والعقلي كما اجتهد الصحابة، بعض الصحابة في التأويل كابن عباس رضي الله تعالى عنه والتابعين وتبع التابعين، وجاء على رأسهم من؟ الإمام أبو حسن الأشعري، واجتهد عن طريق العقل وأخرج لنا الأدلة العقلية. الآن أنا شرحت فقط معنى الكلام اللفظي، الآن نريد ندخل في العقيدة، نريد أن نرسم اللهم صل على سيدنا محمد. موجود صورة نحن بعثناها، موجودة؟ أنت في الجروب بعثها لحسن حتى الكل يرى، ثم نكتبها إن شاء الله. فارس أريد تكتب هذا، ها سيكتب. قبل أن أنسى، نريد أن نجعل عشان حسن، نريد أن نجعل كل اثنين أو ثلاثة مع بعض حتى يراجعوا الدرس. هذه طريقة، نعم هذه الطريقة موجودة في باكستان، وبعد الدرس يجلس اثنان اثنان أو ثلاثة ثلاثة مع بعض ويراجعون الدرس، لأن واحد يكون نسى فيأتي الآخر فيذكره، فهمتين؟ وهذه الطريقة حتى تحفظ الدرس، لأن إذا ما فعلت هذا نسميه التكرار. التكرار يفقه الشطار. تعرفون الأخفش، الإمام أخفش في النحو، كمثلي في الفقه
عندنا الإمام النووي مثلا، الإمام الرافعي في النحو موجود إمام اسمه الأخفش، هذا كان بعد الدرس يذهب وعنده الماعز، تعرفون الماعز؟ نعم، يجلس عند الماعز ويراجع الدرس، يكرر معها الدرس، فبعد أن ينتهي يقول لها فهمتي؟ هي تفعل هكذا، فهو يقول هي ما فهمت، فيرجع مرة أخرى وهكذا يراجع الدرس كثير، فأصبح الدرس عنده ماذا؟ راسخ في في العقل. فنريد أن نجعل اثنين اثنين أو ثلاثة ثلاثة وتراجعون مع بعض، أنت ترتب هذا في المدرسة إن شاء الله، الذي يريد مع زميلي من هذا مثلا يحب أن يكون معها ذاك، نعم. أنت تجعل وتكتب لي ورقة، تكتب فلان مع فلان اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة، وهذا حتى يسهل مراجعة الدرس. طيب إن شاء الله. القيام بالنفس خالفت الحوادث والبقاء والطلب والمعاني القدرة الإرادة العلم الحياة الكلام السمع البصر الكلام السمع البصر مريد عالم المقابل الحياة، ما معنى حياة؟ حي كونه ميت، نعم حي و نعم متكلم والسمع سميع بصير. الآن العقيدة هي حسب الخبر مش سمعيات بس إلهية، يعني هذا الصفات نفسية سلبية تحت إلهيات. نعم أنا صلاة جيب خط كده ما خلص. نعم هذه هي الإلهيات. طيب الآن هذه العقيدة ماشي، هذه العقيدة. الآن عندنا التوحيد أو العقيدة ينقسم، أول شيء الدين أو الشريعة ينقسم إلى ثلاثة أشياء، الإيمان والإسلام والإحسان. طيب قلنا الإسلام الفقه، والإحسان التزكية والزهد، الأمور التي تتعلق بالقلب ومراتب الإيمان. والإيمان ماذا؟ هو العقيدة، هذا هو. ثم التقسيم الأخرى، تقسيم علم التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة أقسام، إلهيات ونبوات وسمعيات. الإلهيات الأشياء التي تتعلق بالإله، الإله هو الله سبحانه وتعالى، فماذا يجب في حق الله سبحانه وتعالى؟ إيش معنى ماذا يجب؟ يعني هذه الصفة واجبة في حق الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا نقول مسبوك عظيم، عظيم، فنحن نقول الشيخ عظيم هو طويل، فهذا واجب أن يكون ماذا؟ طويل. وضد الطويل ماذا؟ يستحيل أن يكون ماذا؟ قصير. كذلك صفة أخرى هو نحيف. طيب أو أنا حتى لا يزعل، أنا سمين. ماذا ضد السمين؟ نحيف. فأنا سمين أستحيل أن أكون ماذا؟ طبعا حاليا ممكن فيما بعد أكون نحيف ويكون ماذا؟ سمين. فحاليا هذه الغرفة مثلا هي
6 متر وهنا 5 متر مثلا، فهذه تستحيل أن تكون 7 متر أطول حاليا، ممكن فيما بعد تزيد. فهذا معنى ماذا؟ يجب ويستحيل. طيب جائز، جائز جائز، ممكن أن نقول جائز أن تكون هذه الغرفة بعد مثلا سنة أن تكون ليست موجودة أصلا، هذا جائز، العقل يسلم هذا الأمر، ويسلم الأمر أن يكون مثلا ننزل إلى السوق ولا يكون سوق، يكون مغلق، هذا جائز. فهمت كيف؟ فالجائز هو حل وسط، ممكن أن يكون هكذا، ممكن أن يكون هكذا. فالآن لما نقول مثلا طيب، والنبوات هكذا نفس الشيء، النبوات ماذا يجب في حق النبي؟ يجب في حق النبي أن يكون أمين. هل يعقل أن يكون النبي غير أمين؟ لا يعقل أن يكون خائن، عكس الأمين ماذا؟ خائن. طيب من واجبات من الأشياء التي يجب على النبي أن يكون ماذا؟ صادق. هل يعقل أن يكون النبي كاذب؟ لا يعقل، لأن هذه خيانة في النبوة، وإذا كانت خيانة في النبوة تكون ماذا؟ تكون نقص في حق الله سبحانه وتعالى. كيف الله سبحانه وتعالى يرسل نبي خائن؟ إما أن يكون لا يعلم، فهذا ماذا؟ نقص في حق الله والعياذ بالله، أنه لا يعلم. كيف؟ هو عالم، إله ولا يعلم. وإما أن يكون يعلم ومع هذا بعثه، فهذا يكون ماذا؟ هذا كذلك يكون مستحيل في حق الله، لأنه هو كيف يبعث، كيف هو يحرم الكذب مثلا ويبعث نبي يكذب؟ فهمت كيف؟ فلذا عندنا واجب ومستحيل، واجب ماذا عكسه؟ مستحيل، والوسط جائز، جائز أن يكون هكذا. مثلا قلنا في حق النبي واجب أن يكون صادق، طب عكسه مستحيل أن يكون ماذا؟ كاذب. طيب عندنا أشياء وسط جائز، إيش هي؟ جائز أن يكون مثلا ما أسمع جيد، نعم جائز أن يكون يأكل، جائز أن ينام، صح؟ جائز، ما معنى جائز؟ دائما جائز يعني ما يستوي فيه الأمران، لما يقول لك حتى في الفقه يقول لك هذا الأمر جائز، إيش معنى جائز؟ تستطيع أن تفعل وتستطيع أن لا تفعل. فهمت كيف؟ فهنا لما نقول جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، جائز أن يمرض وجائز أن لا يمرض، جائز أن يمشي وجائز أن يجلس، هذا معنى جائز، ما يستوي فيه الأمران. طيب نذهب إلى القسم الثالث، السمعيات. إيش معنى سمعيات؟ أيوة دقيقة، الآن عندنا هذه الواجب والجائز والمستحيل في الإلهيات والنبوات، هذا نجد فيه العقل والنقل. إيش معنى النقل؟ النقل ما جاءنا في القرآن أو الحديث. طيب هذا النقل. طيب العقل ما هو يتعلق بالعقل. فالآن في عندنا أشياء كثيرة، الآن إذا كان الذي نتكلم معه إذا كان ليس مسلم لا نتكلم معه بالنقل، نقول له في القرآن قال الله سبحانه وتعالى إن الله سميع بصير، أو الله سميعا بصيرا مثلا. هو يقول أنا لا أعترف في القرآن، كيف تقول ولي في القرآن جاء؟ فماذا نقول له؟ نأتي بالعقل فنقول أنت ماذا تقول عن العالم، الكرة الأرضية، العالم المخلوق، كل هذه البشر، الإنس، الحيوانات، الطيور، الجماد، النبات، الكائنات الحية، العالم باختصار ثلاثة أشياء، كائنات حية، جماد، وإيش كمان؟ أنا الآن قلت كائنات حية وجماد، لا شيئان، كائنات حية وجماد. كائن حي ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه كل المخلوقات، يدخل فيه الإنسان والحيوان والطير والحشرات مثلا، كل هذه ماذا؟ والملائكة، هذه كل ماذا؟ كائنات حية. حية أي شيء فيه روح. طيب إيش مقابله؟ الجماد، الجماد الذي ما فيه روح. كل باقي الأشياء، البيوت مثلا، الجبال، البحار، الأنهار، السماء، الأرض، هذا كله ماذا؟ كله جماد. فالعالم
فالعالم الذي هو جماد وماذا؟ وكائنات حي. هذا كله نسأل هذا المحترم الكافر قبحه الله، نقول له ما رأيك في العالم؟ هل العالم حادث أم قديم؟ يقول ما معنى حادث قديم؟ نقول له حادث أي هو كان من الأزل أم هو ما كان ثم صار؟ أو يقول لا هو حادث. طيب هذا الحادث بما أنه حادث هل هو متغير أو لا؟ قبل أن نقول له حادث نقول له العالم متغير أم ليس متغير؟ يقول لا متغير، العالم متغير، الكرة الأرضية هي تتحرك ومرة يكون المطر ومرة لا يكون، طيب وهكذا. فيقول هو العالم ماذا؟ متغير. نقول إذا كل متغير ماذا؟ حادث، لأنه لو لم يكن متغيرا لم يكن حادث. فهمت كيف؟ فنقول له طيب بما أنه حادث فتقول متغير، يقول نعم. طيب كل متغير ماذا؟ حادث. طيب هذا الحادث من أحدثه؟ لكل حادث ماذا؟ صانع. لكل حادث صانع. نحن نأتي على هذه، هذه نقول هذه متغيرة أم ثابتة؟ نقول متغيرة. طيب متغير، كل متغير ماذا؟ حادث. طيب إذن هي حادث، من أحدثها؟ من صنعها؟ فلكل حادث صانع. من الذي صنعها؟ المصنع، أبو غلوس فلان، طيب صاحب الشركة أو صاحب المصنع. فالعالم هكذا. فنحن نقول إذا أنت اعتقدت أن العالم حادث وكل حادث لا بد له من صانع، طيب من هذا الصانع؟ الصانع لا بد أن يكون ليس حادث وليس متغير، لأنه لو كان حادث ومتغير كذلك لا بد أن يكون له ماذا؟ خالق. طيب والخالق له خالق، له خالق إلى ما لا نهاية. فهذا يسمى التسلسل. نحن سنقرأ التسلسل. ما هو التسلسل؟ كل الدور، الدور والتسلسل. كمثل الشيخ أبو أيوب، تعرفونه؟ الشيخ أحمد المؤمني وذهب يدرس في جامعة العلوم، ذهب عندهم فقال أريد أدرس، فهم قالوا له تأتي لنا بإجازة من الأوقاف، وكان إمام، تأتي إجازة من الأوقاف أنك تريد تدرس، تأخذ يعني أخذت إجازة. قال طيب، ذهب عند الأوقاف قال لهم أنا أريد أدرس في الجامعة فأريد إجازة. قالوا له لا، لابد أن تأتي لنا بدليل أو بسند أنك تدرس هناك. فهذا ماذا؟ دور وتسلسل، يأتي هنا. هذا الكلام قلنا للذي هو ليس مسلم. طيب أما المسلم، المسلم سهل، المسلم نقول له أنت تعترف في القرآن؟ يقول نعم أنا أعترف. تعترف بالحديث؟ نعم. فنقول له تعالى الله سبحانه وتعالى يقول هو حي وقادر ومريد وسميع ومتكلم والصفات إلى آخره. طيب هذا باختصار. نذهب إلى السمعيات. السمعيات ما معنى السمعيات؟ السمعيات لا نستطيع أن ندخل العقل فيها، العقل ليس له مجال في السمعيات. المجال في السمعيات لمن؟ للنقل. لذا نحن جعلنا بداية الإلهيات في التقسيم، ما قلنا السمعيات بعدين الإلهيات، لا جعلنا الإلهيات. لماذا؟ لأننا نثبت الإله أول شيء نثبته بالعقل، بعد ما نثبته في العقل نقول الله سبحانه الآن اعتقدت أن الإله موجود؟ يقول نعم اعتقد. نقول هذا الإله حتى لأنه هو خلق الكون وخلق البشر، فحتى هم يمشون على ما يريد ماذا أنزل عليهم؟ أنزل عليهم القرآن مثلا، أنزل عليهم التوراة، أنزل عليهم الإنجيل، وجعل ملائكة وجعل بشر، جعل حيوانات حتى تخدم البشر، جعل البقر والجاموس والماعز حتى البشر يأكلوا هذا. طيب وجعل مثلا الحية حتى هي تأكل وتأخذ السموم، الأمور هذه كلها التي تعرفونها. فهذا الإله هو أنزل لنا ماذا؟ قانون. من القانون الذي أنزله حتى يعني كيف ما نقول خليفة، إن الله جاعل في الأرض خليفة،
فهذا الخليفة هو النبي. طيب فالنبي أرسل معه ماذا؟ الكتب. فمن الكتب هي القرآن، والقرآن فيه. فالآن نستدل من النقل. طيب ثم بعد النقل ماذا نذهب؟ نذهب إلى السبعيات. السبعيات فيها الخبر فقط، فيها النقل. السبعيات أي شيء عن الغيب، أي شيء نحن لا نراه في الغيب، ماذا نقول عنه؟ سبعيات. فمن الغيب مثلا الأمور التي تحدث بعدما يموت الإنسان أو قبل أن يولد في بطن أمه مثلا، بعد أن يموت في القبر، من القبر إلى عالم البرزخ إلى الجنة أو النار. فهذه كلها أمور نحن كيف عرفنا أن في القبر يأتي منكر ونكير ويسألانه من ربك وما دينك؟ كيف عرفنا؟ عن طريق النقل في الحديث جاءنا. طيب كيف نعرف بعد القبر موجود الصراط وموجود وطيب في قيام في اقتراب الساعة؟ كيف عرفنا أن موجود 10 علامات كبرى؟ موجود الجساسة وموجود الدجال وموجود المهدي، موجود خروج الشمس من المغرب، وهذه علامات الساعة. وثم يوم القيامة يحشر الناس في صعيد واحد، وكذلك موجود عندنا الصراط، وكذلك موجود عندنا الحوض، وموجود عندنا هذه الأمور. كيف عرفنا كلها؟ بالنقل. جاء النقل، القرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرنا أنه بعد الموت سيكون كذا وكذا وكذا، فلا مجال للعقل. وصلت؟ وصلت. طيب نعم. يعني نحكم السمعيات ومستحيل عقل وجائز، المستحيل عادة وجائز العقل. السمعيات؟ أو لا؟ لا أعرف كيف هذا يكون. مستحيل عادة وجائز العقل. مستحيل لا، هذا لا يصح. لا يصح، نعم. فكيف مستحيل عادة؟ عادة هذا لما يكون موجود. مثلا عندك الجنة، هل هي موجودة؟ ليست موجودة. إذا كيف يستحيل في العادة؟ مستحيل عادة. ها؟ أو ليس مستحيل عقل. خارج العادة. ممكن خارج عن العادة. نعم خارج عن العادة. خارج عن العادة. نعم ممكن. خلينا بعدين نتكلم. خلينا نحن في الاختصاص إن شاء الله. أيوة. طيب من ما فهم هذا أو ما فهم شيء حتى نعيد مرة أخرى؟ الكل فهم؟ طيب أظن يكفي. المرة القادمة إن شاء الله نشرح على هذه الصفات. الآن باختصار نحن قلنا الله سبحانه وتعالى ماذا يجب في حقه وماذا يستحيل وماذا يجوز. الآن هذه الصفات، هذه كلها ماذا؟ الصفة النفسية يعني الذاتية. أول شيء نثبت الإله، نثبت الإله بالوجود. كما قلنا العالم حادث، وكل حادث ماذا؟ لا بد له من صانع. من هذا الصانع؟ الإله، الرب. إذا الموجود ماذا؟ موجود إله. فهمت كيف؟ فهذه أول صفة. طيب هذا الإله، هذا الإله كيف هو؟ فنقول هو قديم ليس له بداية، وهو باق ليس له نهاية، وارث، معنى وارث في المنظومة، ومخالف للحوادث. الحوادث هي متغيرة وهو لا يتغير، والقيام بالنفس لا يحتاج لأحد من خلقه، وواحد أي ماذا؟ الآن هذه الصفات ما اسمها؟ السلبية. السلبية هي في الأصل إيجابية كما قلت. طيب لماذا قالوا عنها سلبية؟ لأن هي تسلب نعم بالعكس، هي تسلب هذا المعنى. فلما نقول الله سبحانه وتعالى قديم، ماذا عكسها أو ماذا تسلب؟ الحادث أو الحديث. طيب والبقاء ماذا عكسه؟ الفناء. ومخالفة الحوادث المماثلة. والقيام بالنفس القيام بالغير، يعني يحتاج للغير. والوحدانية التعدد. لذا سميت هذه الصفات ماذا؟ السلبية. كيف يكون القدم والبقاء؟ هذا الدرس القادم.
القسم الثالث المعاني. المعاني ماذا أثبت أول شيء؟ القدرة والإرادة. فالله سبحانه وتعالى هذا الإله القديم الباقي المقارن الحادث القائم بالنفس الوحيد أو الواحد قل هو الله أحد. ماذا فيه من الصفات؟ هو قادر. أنت كيف؟ هو قادر. هذه القدرة يستخدمها مع من؟ مع غيره، مع الحوادث. فإذا هو قادر على الحوادث، قادر أن يخلق، وقادر أن يتصرف، وقادر أن يزيل. أنت كيف؟ وكمثل ما خلق الإنسان ويغيره، يمرضه مثلا، يجعله طويل، يجعله سمين، يجعله نحيف، وثم يزيله من على الأرض فيموت، يبقى الجسم ماذا؟ الجسم يفنى وتبقى ماذا؟ وتبقى الروح. ثم ماذا؟ مريد. إنما أمر إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. عنده إرادة، فإذا أراد ما كان شيء، فأراد فخلق كل شيء. طيب، ثم ماذا بعد؟ العلم. لما خلق كل شيء عنده العلم، قبل أن يخلق عنده العلم كيف أخلق، وبعد أن أخلق كيف يكون. هذا العلم. والحياة لأنه موجود، قلنا لأنه موجود الله سبحانه وتعالى، وأثبتنا له القدم والبقاء، فبناء على هذا الأمر هو أصبح ماذا؟ حي. لا بد أن يكون عايش، لأنه إذا لو كان ماذا الآية في القرآن؟ لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا. فلو الله سبحانه وتعالى ليس حي لفسد كل شيء، لأنه حي. فبعض المشايخ هو كان يعطي مثال، فهو يقول أنت لو تمسك قارورة الزجاج تمسك هكذا تبقى تمسك، قال لو نمت ماذا يحدث في هذا؟ يسقط وينكسر. فحاشا الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو حي. وإيش في الأخير هذه؟ الكلام، له كلام. الله سبحانه وتعالى وجه لنا في الدنيا، وجه لنا الكلام، وأنزل علينا القرآن واستضاف المحمود الحديث الخبسية، ويوم القيامة كذلك سيكون له كلام. وماذا كذلك؟ الله سبحانه وتعالى سميع. الله سبحانه وتعالى كيف يسمعنا؟ وبناء على ما نحن نتكلم ينزل علينا الأحوال، وبناء على هذا يوم القيامة سيحاسبنا، أليس كذلك؟ طيب إذا هو لا يسمع، والملائكة ويرسل ملائكة ويتجولون عند الناس ويقولون فلان عنده حلقة علم، وفلان عنده مجلس غيبة ونميمة، وفلان كيف يسمع هذا؟ فلا بد أن يكون ماذا؟ سميع. ثم الصفة الأخيرة بصير. الله سبحانه وتعالى ماذا؟ بصير، فهو يرى كل شيء. طيب هذه الصفات إذا أثبتناها، الله سبحانه وتعالى له قدرة، إذا له قدرة فلا بد أن يكون ماذا؟ قدير. لأن له قدرة هو صار ماذا؟ قدير. وكذلك هذه الصفات المعنوية، ولأن عنده إرادة أصبح ماذا؟ مريد. يعني كمثل ما نقول نحن حاشا لله، ولكن للفهم نحن نقول مثلا محمود عنده ابتسامة، فلأن عنده ابتسامة ماذا نقول عنه؟ مبتسم. طيب فلان عنده مال، لأن عنده مال ماذا نقول؟ هو غني. طيب هو يعني هذا شيء لازم متلازم، إذا عنده المال لابد أن يكون غني. طيب هذا الغني صار غني لماذا؟ لأن عنده المال. فالله سبحانه وتعالى قدير لأن عنده القدرة، وعنده قدرة لأنه قدير. فهذه الصفات ماذا؟ متلازمة. والتقسيم هذا قسموه أهل العقيدة ردا على المعتزلة. أظن المعتزلة هم يقولون الله سبحانه وتعالى قدير بدون قدرة، مثلا لا أظن هم أو غيرهم نسيت، يقولون مثلا الله حي بدون حياة. هذه الحياة هم يقولون الحياة هي ضعف كمثل نحن، قال إذا عندنا النفس يكون عندنا الحياة، وإذا النفس يذهب فما عندنا حياة، نحن نموت. فهم يقولون يقيسون هذا على الله سبحانه وتعالى، فهذه مصيبة. لذا هم جعلوا هذا التقسيم، فقالوا لا، الله سبحانه وتعالى عنده قدرة، لأن عنده قدرة هو قدير،
ولأنه قدير عنده قدرة وهو سميع لأنه عنده صفة السمع. فلذا نحن نثبت الذات والصفات. فبعض بعض المبتدعة هم يثبتون فقط الذات فيقولون هذه الصفات هي من اللوازم أو ليست من اللوازم هي من النقائص إذا أثبتناها لله فيكون هو صاحب نقص. مفهوم الكلام ولا في الهواء يطير؟ مفهوم؟ إن شاء الله يكون مفهوم. المرة القادمة إن شاء الله نشرح بوضوح أكثر. وسهل العقيدة أظن فقط هذا مع شرح بسيط أمور طيبة إن شاء الله. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. تريدوا استراحة ولا نكمل؟ ما رأيكم يا أمير؟ إيش رأيكم؟ تريدوا استراحة 5 دقائق ولا نكمل؟ ممكن 5 دقائق؟ طيب 5 دقائق إن شاء الله.